الرجل نام وصحى صلى الفجر، وبعد صلاة الفجر تبين أنه محدث. نعم. حدوث يوجب الغسل. نعم. ماذا في صلاة الفجر عليه؟ كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه حدثا أكبر أو أصغر، فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد الصلاة. طيب، رجل صلى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.